في مدينة يفرن في جبل نفوسة يعمل هؤلاء الشباب في هذه الورشة على صنع مكتبات مجانية صغيرة لنشرها في الشوارع والطرقات في مبادرة للتشجيع على القراءة والاستفادة أيضاً من الكتب الموجودة في بعض البيوت. الهدف من المكتبة مش أماكن السن، يعني لنشر ثقافة القراءة. مثل هذه المكتبات العمومية غير موجودة في الشارع. عملنا على وضع الكراسي إلى جانب المكتبة لكي يتسنى للشخص الجلوس والاستمتاع بالقراءة، كما عملنا على تطوير المكتبة عبر تقديم خدمة شحن الهواتف وتوصيلها بالكهرباء. الفكرة شعارها ضع كتاباً وخذ آخر مكانه، فمن يستهويه أحد الكتب المترصة على رفوف المكتبة عليه وضع كتاب آخر بديل، ويمكن أيضاً الاستمتاع بقراءة ما يختاره على المقاعد الخشبية وإعادتها إلى مكانها مرة أخرى. جميلة كويسة طبعاً، ماذا بينا تنتشر مناطق يفرن، مناطق ليبيا، الثقافة تترت يعني. الفكرة جميلة وممتازة، نتمنى أن تنتشر في مناطق يفرن ومناطق ليبيا، فهي تعتبر ثقافة جديدة علينا. أتمنى من الشباب في المناطق الأخرى العمل على تطبيق الفكرة، كما أتمنى من المواطن الحفاظ عليها في الأهم لاستمرارها، ومن الواجب علينا جميعا دعم الشباب في القيام بمثل هذه الأعمال الجيدة. أيضا للشباب مفروض تستمر العمل السنيدة الكويس يعني. ليس للمكتبة حارس أو رقيب، كما أنها مكتبة تراعي مختلف الأعمار والتوجهات الفكرية والثقافية، فهي تحوي كتباً سياسية واجتماعية واقتصادية وروايات وبعض مجلات الأطفال.